الكومبايند فاريبل نورمال ستريس والفاريبل شير ستريس. قلنا نستخدم نظرية يعني ماكسيموم شير ستريس ثيوري والماكسيموم نورمال ستريس ثيوري. هذا العلاقة مال سودربيرج بحالة البيندينج لود، ريفيرس بيندينج لود، اللي هي الواحد على الفكتر او سيفتي تساوي هذه. هسه هذه المعادلة نضربها في سيجما واي، يعني نضرب الطرفين تصير سيجما واي على الفكتر اوف سيفتي يساوي لي هذا الطرف. بعد ما نضرب المعادلة الأولى اللي هي الريفيرس بيندينج لود نضربها في سيجما واي، هذا الطرف نسميه equivalent normal stress اللي ناتج من الريفيرس بيندينج. إذا هذه الطرف نسميه سيجما ان اي بي اللي هو equivalent normal stress due to reverse bending. إذا عندنا bending هو reverse loading. بنفس الطريقة إذا كان عندي reverse axial loading نطلع هذه المعادلة اللي هي equivalent normal stress due to axial loading. إذا كان عندي reverse axial loading مثل ما أخذنا بال principal stresses، إذا كان عندي bar مثلا وعليه axial loading وعليه bending loading، فقلنا نطبقها بال principal stress نجمع السيجما بي ويا السيجما اكسيوم. فاذا التوتال equivalent normal stress راح نجمع سيجما ان اي بي زائد سيجما ان اي اي، اذا مجموعهم اللي هو equivalent normal stress هو يساوي سيجما واي على الفكتور اوف سيفتي. قلنا احنا الماكسيمم برنسبل او النورمال ستريس ثيوري، قلنا هي الماكسيمم برنسبل ستريس هي السيجما يلت على الفاكتور اوف سيفتي، والماكسيمم شير ستريس ثيوري هاي اخذناها بنظريات الفشل بمحاضرات سابقه، التاو ماكسيمم يساوي للتاو باليلد بوينت على الفاكتور اوف سيفتي. اذا عندي التوتال ايكويفالنت نورمال ستريس اللي هي سيجما ان اي اللي هي يساوي لي مجموع السيجما ان اي بي زائد السيجما ان اي اي. نفس الحالة إذا كان عندي ريفيرس تورشنال أو شير لودينج، هذه معادلة مع سودربرغ. إذا كان عندي الواحد من الفكتور أوف سيفتي هذه معادلة أيضا نضرب في تاو ييلد، نضرب المعادلة فتطلع لي هذه معادلة. هذا الطرف الأيمن يسمونه الإكويفالنت شير ستريس. إذا التاو إي إس اللي هي equivalent shear stress يساوي لي هذا الطرف الأيمن، إذا هذه معادلة. هسا نطبق الماكسيموم شير ستريس ثيوري اللي هي التاو ماكسيموم قلنا يساوي تاو يل على الفاكتور أوف سيفتي. الماكسيموم شير ستريس قلنا هو واحد على اثنين تحت الجذر السيجما سكوير زائد أربعة تاو سكوير. هنا نطبق الإكويفالنت التوتال زائد الإكويفالنت شير ستريس. إذا هذه according to maximum shear stress theory تستخدم للدكتايل ماتريال. هذه في الماكسيموم نورمال ستريس ثيوري اللي هي ماكسيموم برنسبل ستريس هذه يساوي نصف زائد ان اي سيجما ان اي زائد هذه، ويساوي السيجما اي على الفاكتور اوف سيفتي. هذه الماكسيموم نورمال ستريس ثيوري. مثال الستيل كانتيليفر 200 ملم لون، اذا هذا طول الكانتيليفر 200 ملم. It is subjected to an axial load which varies from 150 نيوتن. اذا هسه عندي axial load يتراوح من 150 compression، يعني هذا ناقص 150، الى 450 tension. And also a transverse load at its free end which varies from 80 newton إلى 120 newton down. يعني هذا الـ 80 يكون up والـ 120 يكون down. يعني هذا الـ load للأعلى 80، يعني هذا راح يسوي لي bending، وهذا الـ 120 للأسفل هذا بيندينج.
بالإضافة للأكسيال لودينج اللي هي من ناقص 150 إلى 450. The cantilever is a circular cross section. It is of diameter 2 D for the first 50 mm and the diameter for D for the remainder. إذن هذا step shift. يعني يبدي بدايميتر 2 دي، هذا 2 دي، بعدين يصير دي. اذا هذا ستيب شيفت. نريد الدايميتر هذا مجهول، تيك ذا فيكتور اوف سيفتي، مطيني فيكتور اوف سيفتي 2 ومطيني ذن الداتا اليلد ستريس، مطيني اياه سيجما يلد، الاندورنس ليميت، الريفيرس لودينج مطيني السيجما اي، والكوركشن فاكتور اعطيناه 0.7 بالريفيرس اكسيال لودينج. اذا هذا اللود فاكتور حالة الاكسيال لودينج يعني كي اي، وفي حالة الريفيرس بيندينج يعني هذا الكي بي. الستريس كونستريشن فاكتور مطيناه 1.44 في حالة البيندينج، اذا هذا الكي تي theoretical concentration factor، theoretical stress concentration factor كي تي في حالة البيندينج هذا 1.44، والكي تي في حالة الاكسيال لودينج 1.64. السايز فاكتور مطينية 0.85، اذا هذا كي سايز، والسيرفيس فاكتور مطينية اذا هذا الكي سيرفيس، والنوتش سنسيفيتي اندكس مطيني الكيو، واريد الدايمتر. اذا هذا الشكل عندي، عندي هنا الدايمتر الكبير 2 دي مقداره، المسافه 50 ملم، بعد المسافه 150 يكون دايمتر دي يعني الدايمتر الصغير، واللود اللي عليه 150 كومبرشن 450 تنشن، هذه اكسيال لودينج، وعندي بيندينج يتراوح بين 80 و 120 نيوتن. هسه احنا نتوقع وين راح يصير تركيز الاجهادات، قلنا هنا انا راح يصير بمنطقة من يصير تغير مفاجئ بالسايز او بالحافات، اذا بهاي المنطقة اكيد راح يكون بيها تركيز الاجهادات، يعني نتوقع الفشل راح يكون بهاي المنطقة. وقلنا المجموع الجبري الإكويفالنت نورمال ستريس ديو تو أكسيال لودينج والإكويفالنت نورمال ستريس ديو تو بيندينج لودينج، نطلع المجموع الجبري يعني السيجما ان اي اللي هي هذه المعادلة، نطلع سيجما ان اي اللي هي منين جاية؟ من سيجما ان اي بي وسيجما ان اي اي اللي هي equivalent normal stress due to transverse bending و equivalent normal stress due to axial loading. فنطبق هاي المعادلة وهذه المعادلة. إذا هسه نجي لحالة الاكسيال reverse loading، احنا عندنا 450 tension و 150 compression، فنطلع المين axial load ونطلع الفاريبل axial load، من طبق المعادلات اللود ماكسيموم زائد اللود مينيموم على 2 واللود ماكسيموم ناقص اللود مينيموم على 2 مع مراعاة الإشارة. عندنا 150 كومبريشن فتكون بالماينس، فيطلع لي المين اكسيال لود 150 والفاريبل اكسيال لود 300. بعدها نطلع المين والافريج اكسيال ستريس، هي مجرد قوة على مساحة، ف دبليو ام على اي يطلع لي سيجما مين، الاي راح تكون بدلالة الدي، وقلنا دائما ناخذ الدايميتر الصغير نطلع الاجهادات، ما ناخذ هذا، فنطلع السيجما مين يطلع بدلالة الدي، والسيجما في ايضا بدلالة الدي. عندنا طيني الثيوريتيكال ستريس كونستريشن فاكتور هذه في حالة الاكسيال ريفيرس لودينج، ومطيني الكيو فاطلع الكي اف اي اللي هي الفتيك ستريس كونستريشن في حالة الريفيرس اكسيال لودينج، عندي الانديورنس ليميت اضربه في الكي اي يطلع لي السيجما
اي نطبقها بالمعادلة اللي مال equivalent normal stress بالاكسيال لودينج، فيطلع لي السيجما ان اي اي. هسه طلع لنا السيجما ان اي اي، يحتاج نطلع سيجما ان اي بي اللي هو equivalent normal stress بحالة ال bending loading. اذا عندي 120 قوة تسبب ال bending، وعندي 80 اتجاهها لفوق وال 120 اتجاهها للأسفل. لاحظ هذه ال 80 على نقطة اي ايش راح يسبب لي؟ يسبب لي compression. قلنا ال 80 على نقطة اي يسبب لي compression، يعني هذا راح يصير هيك بالنسبة لل 80 يصير هنا compression. اما بالنسبة لل 120 بالنسبة لنقطة اي يسبب لي tension، يعني هيك راح يصير هذا ال 120، فهنا نقطة اي راح يصير tension. بالحالة ال 80 يسوي compression. اذا نطلع ال W mean اللي هو ال average bending load، ونطلع ال variable bending load اللي هو WB مع مراعاة الاتجاهات او الاشارات. عندنا هنا قلنا ال 80 يسبب لي compression، فنعطي اشارة minus، فيطلع ال W mean وال WB. نطلع ال bending moment اللي هي القوة في ذراعها. هنا عندنا الذراع هو هذا، هاي تأثير القوة على نقطة اي المسافة، فالذراع 150، فيطلع لي ال M mean اللي هو ال mean bending moment نقطة اي تطلع 3000، وال variable bending moment بنقطة اي اللي هو ال M V يطلع 15000. ورا ما نطلع السيجما ام والعفو الام ام اللي هو البيندينج مومنت المين، والام بي اللي هو الفاريبل بيندينج مومنت، نطلع السيجما بيندينج مين اللي هو الام مين على الزد. وبنفس العملية نطلع السيجما بيندينج فاريبل اللي هو الام فاريبل على الزد. نطلع الزد اللي هي الباي دي تكعيب على 32، وقلنا ناخذ الدايميتر الصغير، فيطلع لي السيجما مين هذه قيمته، والسيجما بي هذه قيمته، مطيني الثيوريتيكال ستريس كونستريشن فاكتور في حالة الريفرس بيندينج، ومطيني الكيو اطلع الفاتيك ستريس كونستريشن فاكتور. الانديورنس ليميت مطيني اياه، ومطيني الكي لودينج اللودينج فاكتور في حالة البيندينج، فيطلع السيجما اي بي بعد ما نضرب اللود فاكتور في الانديورنس ليميت. ونطلع الاكوفالنت نورمال ستريس ديو تو بيندينج، نطلع السيجما ان اي بي، طبق المعادلة الكل معلوم عندي، فيطلع بدلالة الدايميتر. هسه طلعنا السيجما ان اي بي، وقبلها طلعنا السيجما ان اي اي، قلنا نجمعهم على مود نطلع التوتال اكويفالنت نورمال ستريس اللي هو جمع جبري سيجما ان اي بي زائد سيجما ان اي اي، يطلع هذا، ونساوي ويا معادلة الماكسيمم برنسبل ستريس ثيوري اللي هي سيجما ييلد على الفاكتور اوف سيفتي. سيجما ييلد مطينيها بالسؤال، والفاكتور اوف سيفتي مطينيها 2، فهذا الحد اللي هو الاكويفالنت نورمال ستريس راح يساوي لي السيجما ييلد على 2، يساوي لي يعني 165. يطلع لي دايميتر هذا 12.9 مليمتر.